الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سأقرأ عليكم في هذا اللقاء القصة المطولة كما وردت في كتب السيرة، وأريد أن أستوقفكم وأنا أقرأ القصة، أريد أن أستوقف انتباهاتكم، وأريد أن تلاحظوا معي النقاط التي أؤكد عليها، لأن في ذلك كله دروس ومعان نحب أن نركز عليها في هذا اللقاء. أقرأ عليكم كما وردت في رواية كعب بن مالك. اللقاء اللي هو لقاء بيعة العقبة الثانية يرويه كعب بن مالك، يقول: خرجنا في حجاج قومنا من المشركين، وقد صلينا وفقهنا. انتبهوا أولا، وقد صلينا وفقهنا، وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، يعني اليوم الثاني من أيام التشريق، سنتحدث عن السبب. وكنا نكتم من معنا من المشركين أمرنا. انتبهوا أيضا، وكنا نكتم من معنا من المشركين، يعني من قومهم، فنمنا حتى إذا مضى ثلث الليل. انتبهوا التوقيت، حتى إذا مضى ثلث الليل، خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطا. القطا هو طائر معروف، يعني كاين بعض الناس يصيدوه. خرجنا نتسلل يعني من الخيام تسلل القطا مستخفين، انتبه، مستخفين، حتى اجتمعنا، يعني خرجوا واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا وامرأتان، أسماء بنت عمرو ونسيبة بنت كعب، فاجتمعنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، لم يكن رسول الله هو أول الحاضرين، حتى اجتمعوا حضر رسول الله، فاجتمعنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه. لاحظوا معي حضور العباس وهو مشرك، أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم، اللي هو العباس بن عبد المطلب. قبل ما نخوضوا في الـ في الـ في الـ في الكلام نتاع والمداخلات نتاع المفاوضات بيعة العقبة الثانية، أريد أن نرى هذه الاحتياطات اللي اداها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هؤلاء المؤمنين من الأنصار.
أول وصف قاله كعب بن مالك قال: خرجنا مع حجاج من قومنا وقد صلينا وفقهنا. معناها هذه السنة اللي كان فيها مصعب بن عمير كان يأمهم في الصلاة ويفقههم. وفقهنا ما هوش غير فقهنا كيف نتوضأ وكيف نصلي، لا، وفقهنا كيف تدار الأمور أيضا، فقهنا كيف نتصرف في مثل هذه الحالات اللي غادي يقع فيها مفاوضات بناء الدولة، فقهنا أمور ديننا. والدين يشمل حياة الإنسان كلها، ما هوش غير الصلاة والصيام والزكاة أبدا. فقهنا السنن، سنن التغيير، سنن البناء، سنن بناء الحضارات. وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوسط أيام التشريق. علاه ما كانش الميعاد في أول أيام الحج؟ يعني من المفروض يجيو يفرسوا رحم ويمشوا، لا، هما خلاو حتى آخر يوم تقريبا الذي يسبق رحيل الحجاج اللي هو اليوم الثاني، لأنه في اليوم الثالث الناس يمشيوا إلى بلادهم ويتفرقون، لأنه دين احتياطات حتى إذا انتشر الخبر. هما يديروا في الليل، يعني الغدوة ثالث أيام التشريق، هما يتلاقوا في الليل، معناها إذا انتشر الخبر يكونوا أهل المدينة خلاص قد فارقوا مكة وابتعدوا إلى في اتجاه المدينة المنورة. معناها اختيار التوقيت أيضا كان مدروس. قال: وكنا نكتم من معنا من المشركين. شكون اللي رباهم على هذه السرية الهائلة؟ شكون رباهم على هذا المعروف عن العربي أنه رجل متهور، أنه رجل ما يقراش الحسابات كثيرا، أنه رجل ارتجالي وإنسان عفوي. من دربهم هذا التدريب؟ هذا اللي قلت لكم كان مصعب رضي الله عنه وأرضاه يصنعه في المدينة المنورة. ما كانش غير يصلي يأمهم في الصلاة ويقرئهم القرآن، كان يربيهم على بعض المعاني اللي تربوا عليها الصحابة في مكة، ومنها الكتمان وسرية التحرك. وكنا نكتم من معنا من المشركين أمرنا فنمنا حتى إذا مضى ثلث الليل. أيضا اختيار التوقيت، علاش ثلث الليل؟ لأنه في تلك المرحلة الإنسان وين تيكون النوم تاعه عميق، في أول الليل، في أواسط الليل، أم في أواخر الليل؟ تلاحظوا الإنسان باللي في وسط الليل أواخر الليل بدأ يتقلب ويكون سريع يفطن بالخف، لكن هذه الغطسة الأولى تاع النوم، هذه الثلث الأول تاع الليل، هو خاصة العرب يعني في زمانهم يومئذ كانوا يتعبون في الرعي، يتعبون في التجارة، يتعبون في كثير من، يعني عندما ينامون خاصة اللي كان يشرب الشراب ولا، فهذه الغطسة الأولى، غطسة الليل الأول الهزيع من الليل، هذه ما الذي يحدث فيها؟ يستغرق الإنسان في نومه. أهل المدينة لا، اختاروا هذاك التوقيت كي يمضي ثلث الليل الأول، معناها الناس يضمنوا باللي الناس كلها راهي نائمة، فواعدوا رسول الله في هذا التوقيت بالذات. يقول: حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا نتسلل تسلل القطا. معناها ما يديروش الفوضى، ما يثيروش الانتباهات، ما كانش الحديث الأصوات المرتفعة، ما كانش واحد يعني يحدث أصوات الأواني وأصوات الغطاء، لا أبدا. يتسللون كما يتسلل القطا. القطا هذا كي تبغي تصيده يعني ما تفيقش به حتى يهرب. مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة، ونحن 73 وامرأتان، فاجتمعنا ننتظر رسول الله. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هو أول الحاضرين، هذه زيادة في الاحتياطات، حتى يجتمع أهل المدينة كلهم عندئذ يحضر النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لو كان يحضر النبي عليه الصلاة والسلام وينكشف الأمر فتأتي قريش توش راك دير هنا، لكن الأنصار راهم مجمعين في الليل، قال احنا رانا قاعدين في الليل ومريحين، و
مجمعين، وش دخلك أنت في أنا قاعد هنا؟ لكن حتى يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل الأنصار قد حضروا، ولم يبقى إلا حضوره لإمضاء العقد إن صح التعبير ولبدء المفاوضات دون تضييع الوقت، حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حضر ومعه عمه العباس، وهو يومئذ ما زال على دين قومه. علاش حضر العباس؟ رواية كعب بن مالك توضح توضيحا كاملا، تقول أراد أن يتوثق، أن يحضر أمر أخيه ويتوثق له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان تحت حماية سيوف بني هاشم، هذه معروفة الدعوة تاع النبي عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى هيأ لها من الأسباب المادية ما وفر لها الحماية، سيوف بني هاشم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل بعد رحلة الطائف دخل في جوار المطعم بن عدي اللي هو أحد سادات مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ الأسباب المادية، ومن الأسباب المادية سيوف القبيلة، قبيلة بني هاشم. فأراد العباس أن يبين للأنصار بأن ابن أخيه ماهوش سايب، ماهوش إنسان لا مانعة له ولا حماية له، ولكنه في منعة من قومه، وها أنا ذا جئت لأمثل قومه في هذه المفاوضات. وسنرى بإذن الله تبارك وتعالى ماذا قال العباس في هذا في أول المداخلات. العباس كان حضوره إن صح التعبير هو جزء من الخطة الاستراتيجية نتاع النبي عليه الصلاة والسلام، بل يا جماعة أنا مانيش سايب، أنا مانيش قاعد غير هكا بلا 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 حماية، لا أنا في قومي. فالمفاوضات لازم عندها جدية. قال العباس يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمتم، هو أفضل رجل فينا وهو من أعز بيوتات بني هاشم، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هم على مثل رأينا فيه، يعني منعناه من قومنا الذين يشبهوننا في الدين، مشركين كما احنا، ولكن رغم ذلك منعناه ودافعنا عنه وحافظنا عليه وهو في عز في قومه ومنعة في أهله، وإنه قد أبى إلا أن يلحق بكم، فإن كنتم ترون أنكم مانعوه فذلك شأنكم، وإن كنتم ترون أنكم خاذلوه ومسلموه، يعني ستسلمونه وتخذلونه، فمن الآن فدعوه فإنه في منعة من قومه وعز. هنا ارتفعت أصوات الأنصار، فقال أكثرهم، تكلموا جماعة، قالوا فقلنا، يقول كعب بن مالك، فقلنا قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك وربك ما أحببت. يا عباس خلاص أنا سمعنا الكلام تاعك، فهمنا المقصود باللي هو راه في قومه في حماية وهو يريد اللحاق بنا وأن يأتي إلينا، فسمعنا اشتراطاتك، سمعنا شروطك وكلامك، الآن جاء دورنا يا رسول الله، خذ لنفسك وربك ما شئت، اشترط ما تشاء. فماذا كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أستودعكم الله إلى لقاء مقبل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.